ايوه، انا اسمي عقيل احمد من سوريا، من حلب. بشتغل فنان تشكيلي، عمري 29 سنه. والدي الله يرحمه كان هو ما خطاط، يعني ما بيكتب خط نهائيا. اوكي. بس هو من لما شافني من اول شيء كان يقول لي دائما انه شغلك كثير حلو. اوكي. وكنت دائما مثلا كل ما اخلص تدريب هو يشوفه، يعني اللي ها حلو كثير، يعني انه هذا احلى من اللي قبل. يعني كنت حسه دائما انه هو انسان انه كان معي خطوه بخطوه. بعدين لما دخلت كليه الفنون الجميله كان هو من اكثر المشجعين لي، لانه بتعرف نحن مجتمعاتنا يعني ما بتحب بذل الفنون او شيء يعني. اوكي. فكان هو اكثر الداعم لي انه لا ادخل كليه فنون جميله، ادخل الفرع اللي بتحبه، يعني اعمل شيء انت بتحبه اهم شيء. اخر شيء قدرت اعمل شيء اللي بحبه، يعني وصلت لهالشيء هذا. طبعا انا هلا بلشت ب باول شيء بفكره الخط العربي قبل ما بلش بالفن. طبعا كنت صغير، كان عمري تقريبا بحدود ال 11 سنه. هي قبل كنت انه دائما لما انزل مع ابوي على الشارع، يعني فكنت دائما اطلع على الارمات المكتوبه، كان دائما كلها تنكتب بخط عربي، خطاطين يكتبوها. فكنت اعجب كثير كثير بالكتابات اللي كانت موجوده، وكنت احاول دائما الدع على دفاتري. بعمر ال 11 سنه كنت صف سادس تقريبا، اجى لعنا رفيق ابوي. اوكي. وكان ابن عمتي يكتب خط عربي، فالمهم حاولت من خلاله اني انا اصل لهالفكره هاي، انه انا كان في بداخلي شيء مجنون حاب طلعه يعني باي طريقه. خلال حياتي طبعا جربت مسرح، جربت كثير قصص، بس لكن الخط العربي كان هو الاقرب لروحي. هلا انا كنت اشتغل بالشام، كنت اكتب ارسم بالرمل او احفر على الحجارة الكريمه او الذهب والفضه. كانوا اكثر زبايني هم السواح، يعني الناس اللي بتجي على الشام او اهل الشام يعني، او اي حدا جاي من محافظه ثانيه. كنت اكتب لهم الشغلات هاي وكانوا كثير ينبسطوا فيها، يعني طبعا هي قبل الجامعه يعني. كنت اشتغل بسوق الحميديه، بسوق الابابيه تحديدا اسمه. كنت اخذ مثل مكان صغير اقعد اشتغل فيه هالشغلات الهي. فانا كنت اشتغل بسوق اسمه سوق السيده زينب، او منطقه السيده زينب بالشام بحكم سكني هنيك يعني. بلشت انا يعني كنت اكتب خط عربي، فتعرفت على ناس فبلشت اشتغل معاهم بهذا الموضوع. كنت احفر على الاقلام وعلى الاحجار الكريمه والقصص هاي، كانوا دائما هذول القصص يروحوا ل يعني انه للناس راجعين على بلادهم يعني، فياخذوهم معهم هدايا. يعني انا بحلب تعلمت اسمع صح، تعلمت اسمع قدود حلبيه اللي هي وصلتني للشغل هذا. بالشام يعني اكيد كل شيء زار الشام راح يعرف انه رائحه العشق بشوارعها، رائحه الجمال بشوارعها، يعني بكل شارع من شوارع الشام خاصه القديمه بتلاقي مدينه معتقه بالجمال. يعني حتى اذا لمستي اي حجر بايدك اكيد راح يكتب على الايد نص قصيده، انا واثق من هالكلام هذا. ابو عبد العزيز هو شخصيه تعرفت عليها انا بايام دراستي. كان هو صاحب مكتب، كان دائما اشتري من عنده اقلام وقصب وحبر مشان التدريب. فتعرفت عليه كثير كثير، يعني حتى صرت صديقه، يعني كل فتره اروح اشتري من عنده يعني الادوات اللي بدي اياها. بعدين لما خطرت ببالي فكره انه انا لازم اشتغل بهذا الفن، يعني انه اجباري، يعني انه حياتنا صارت صعبه شوي. فطرحت عليه فكره المشروع، قلت له انا في عندي مشروع اللي هو انه انا حابب اني اجيب اله للحفر ونجيب ميداليات واقلام ونحفر عليهم. فهو اول شيء قال لي اوكي تكرم، يعني فكر الموضوع. ثاني يوم قال لي خلاص يلا انطلق، يعني رحنا اشترينا المكنه وتعذبت كثير، يعني حتى قدرت اتقن القصه خلال اسبوع يعني، بس اتقنتها وبلش الشغل عنده فورا يعني. اوكي. وكان هو يعني اول شخص يقدم لي دعم في حياتي، يعني دعم حقيقي يعني. اوكي. وهي الفكره.